لنتعرف أكثر على هذا الموضوع بنرحب بالدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري أمراض نفسية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. يعني ما هو الضباب الذهني برأيك، وهل هو نفسي؟ صباح الخير يا فندم. الضباب الذهني أو الضباب الدماغي أو ما يسمى بالبرين فوغ هو حقيقة أحد أشكال الخلل المعرفي أو الخلل الذهني. هذا يحدث على شكل متقطع أو متواصل ويصيب كافة الأعمار، إلا أنه في السيدات أكثر ظهورا بكل الأحوال. طبعا لنقل الضباب الذهني هو عبارة عن عرض وليس مرض بحد ذاته، وهذا ينتج من مجموعة من المسببات. هذه المسببات تتراوح حقيقة ما بين الإرهاق النفسي المزمن الذي نراه في هذه الأيام بكل الأحوال، إضافة إلى الضغوطات النفسية ووجود الآن الصدمات النفسية، حقيقة هذه تؤدي إلى ارتفاع مادة الكورتيزول، وبالتالي الآن تؤدي إلى الضباب الذهني بكل الأحوال. قد يكون السبب كذلك سيدتي وجود نوع من أنواع الأنمطة الغذائية القاسية كالحميات الغذائية القاسية، أو عدم الانتباه إلى مدى صحية الطعام. هذا يؤدي إلى قصور بالفيتامين B12، فيتامين D، وكذلك يمكن أن يؤدي إلى الأنيميا التي تؤدي إلى الضباب الذهني بكل الأحوال. قد تكون الأسباب لها علاقة بقلة النوم، ويزيد الضباب الذهني بالأشخاص الذين يعملون في الشفتات المسائية. هناك بعض التغيرات الهرمونية لدى السيدات الحوامل أو السيدات اللواتي يعانين من انقطاع الدورة الشهرية، أو السيدات التي حقيقة يعني يعيشن حالة الآن اضطراب الدورة أو حالة الدورة الشهرية. هذا يؤدي إلى خلل في هرمونات الاستروجين والبروجسترون، وبالتالي يؤدي إلى حالة من الضباب الذهني. قد تكون كذلك الآن سيدتي لها علاقة الآن حقيقة ببعض الأمراض العضوية كمرض السكري مثلا، مرض التصلب المتعدد، وقد تكون لها علاقة بأمراض كالاكتئاب أو الزهايمر. الآن بالمحصلة الإنسان يعاني أو يصف الحالة كأن الدماغ يعني يغرق في حالة من الضباب. تشمل الأعراض حالة من تشويش الذهن، حالة من تشويش الفكر، عدم وضوح الأفكار، عدم القدرة على تجميع الأفكار، عدم القدرة على اتخاذ قرارات، ضعف في الذاكرة لنقل الآنية، ووجود حالة حقيقة الآن من ضعف التركيز الشديد. فبالتالي هذا يؤثر على قدرة الإنسان على أداء وظائفه الحياتية اليومية، ويصف الإنسان نفسه بالضائع، يعني يعتبر نفسه ضائع، وربما الآن حقيقة يشعر بأنه غريب عن هذا العالم لأنه لا يستطيع أن يجمع فكرة كاملة بطريقة منطقية. الآن في الدماغ ماذا يحدث؟ المناطق المسؤولة عن التوتر تتفعل، والمناطق المسؤولة عن التفكير العقلاني تقل، وبالتالي هذا يزيد حقيقة الآن من تشويش أو عدم وضوح الأفكار. يعني بحديث حضرتك دكتور عبد الله، إنه ضباب الدماغ من الممكن إنه يرتبط بحالات نفسية زي الاكتئاب والقلق، إذن ما الدور الذي يلعبه النوم في صحة الدماغ؟ يعني حقيقة النوم لساعات الآن تتراوح من 7 إلى 8 ساعات، هذا يؤدي إلى يعني حقيقة وجود تروية دموية ووجود كمية من الجلوكوز والأكسجين في الدم بطريقة صحيحة، وبالتالي الآن يعطي التروية الصحيحة لمنطقة قرن آمون المسؤول عن التعلم والمسؤول عن الذاكرة، وكذلك الآن يخفض من مستويات الكورتيزول ويؤدي إلى نوع من أنواع النظم في النواقل العصبية الدماغية التي تهيئ الدماغ حقيقة للتفكير المنطقي العقلاني. في حال تجرد الإنسان من النوم يعني يحدث هذا بعض الاضطرابات في حقيقة النواقل العصبية وكمية الجلوكوز والأكسجين في الدم، وبالتالي يؤثر بشكل الآن يعني سلبي جدا حقيقة على قدرة الدماغ على التعلم والذاكرة. لذلك ننصح الناس دائما وأبدا بأخذ قسط كافي من النوم، وعدم الآن أخذ موضوع النوم كموضوع ثانوي. يعني هذا السهر المتواصل خلال الليل يرهق الدماغ وسيدفع الإنسان ضرائب عالية جدا خلال فترات الآن متواصلة من حياته بكل الأحوال. يعتبر أسلوب الحياة الآن دكتور وقلة النوم لدى الكثير من الشباب ومن لديه ظروف متغيرة لا يستطيع أن يأخذ القسط الكافي من النوم، لكن أنت ذكرت في حديثك دكتور أنه يصيب النساء بشكل أكبر. لماذا النساء بشكل أكبر عن الرجل أو عن الأطفال؟ هل النساء لديها تغيرات هرمونية تجعلها لها علاقة بهذا الضباب الذهني بشكل أكبر من الرجل؟ نعم، السيدات لهن طبيعة الآن هرمونية مغايرة للرجل، هذا أولا. ثانيا حقيقة والحق يقال
السيدة تعاني من الأرهاق المزمن بشكل الآن أكثر من الرجل، السيدة تعاني في معظم الأوقات من الضغوطات النفسية بشكل أكثر من الرجل، ونحن لا نعطي السيدة الفرصة حقيقة للتفريغ، ونعتبر أن السيدة يجب أن تقوم بالأدوار المنوطة فيها سواء كان منزليا أو عمليا دون أن نعطيها أي حق في التعبير في معظم الأوقات للأسف. السيدة تعاني الآن من حالة حقيقة يعني من عدم الإنصاف لنقول حتى في بيئة العمل، وبالتالي هذا يزيد الآن من فرصة الضغوطات المنوطة يعني الموكلة على عقب السيدة، وهذا حقيقة يؤدي إلى عدم وضوح التفكير أو تشويش التفكير. السيدات في الحمل معظم السيدات يصفنا خصوصا في الشهر الآن يعني لنقل أو في الثلث الثاني والثالث من الحمل عن صعوبة التركيز، صعوبة الذاكرة، نسيان الذاكرة المؤقتة، وهذا طبعا له علاقة بعدم إراحة السيدة. يعني هو بيصيب يا دكتور النساء في أوقات محددة سواء في الحمل أو في أوقات الدورة الشهرية في لحظات محددة يكون لديها هذه الحالة من الضبابية لعدم التركيز. طيب يعني السيدات كيف تتجنب هذه الضبابية في ظل المتغيرات الهرمونية لدى المرأة، وأنت تعلم التغيرات الهرمونية كيف تؤثر على نفسيتها بشكل عام؟ نعم، سؤال جميل. طبعا نحن بكل الأحوال دائما وأبدا ما نبحث عن السبب ونحاول الآن حله. يعني إذا كانت السيدة تعاني متلازمة اضطراب الدورة الشهرية أو مثلا هي في حالة انقطاع الدورة أو في حالة الحمل، هناك بعض التداخلات حتى البيولوجية الدوائية التي تعطى الآن لتقليل نسبة التوتر الموجود عند السيدة، وبالتالي تساعد على إزالة الضباب الذهني بكل الأحوال. يجب على السيدة أن تأخذ قسط كافي من النوم، يجب على السيدة أن لا تلجأ إلى الحميات القاسية، وبالتالي الآن يكون نظام الغذاء متوازن جدا، لأنه معظم الحالات التي عانت من ضباب الدماغ كانت تعاني حقيقة من نقص حاد في مستوى الفيتامين بي 12 والفيتامين دي، وكذلك الآن يعانين من الأنيميا أو يعاني من يصاب بالضباب الذهني من الأنيميا، لذلك نحن الآن ضد فكرة الحميات القاسية حقيقة. كذلك السيدة يجب عليها أن تتعلم الآن بعض النشاطات العقلية أو تحاول بقدر الإمكان دائما أن تلجأ إلى الرياضة حتى البدنية، هذا يزيد الآن من كمية التروية الدموية في الدماغ، وبالتالي يقلل من فرصة الإصابة بكل الأحوال بحالة الضباب الذهني. يعني بمعنى نحدد المشكلة الرئيسية ونحاول علاجها، بالإضافة إلى أخذ الأنماط الصحية العامة التي تساعد الآن على عمل الدماغ بالطريقة الصحيحة والسليمة.